وبعد أن قدم معالي السفير داتو زين العابدين عبد القادر كلمة الخريجين، يسعدنا أن نستمع الآن إلى كلمة فضيلة العالم الجليل الخلوق الأستاذ الدكتور عبد الله الحسيني هلال رئيس جامعة الأزهر الشريف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافي أسابغ نعمته، ونستديم به عظيم فضله وجليل منته، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر، معالي الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، معالي السفير داتو عبد الرازق سفير ماليزيا في السابق في جمهورية مصر العربية، ضيوفنا الأعزاء زملائنا الأفاضل، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه لا يسعدني أن أرحب بحضراتكم في هذا الملتقى الذي تنظمه الرابطة العالمية لخريج الأزهر الشريف تحت عنوان الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة نحو وسطية إسلامية تواجه الغلو والتطرف. والإمام الأشعري هو إمام الأئمة وناصر السنة وناصح الأمة، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد ولد بالبصرة سنة ستين ومائتين، وتوفي ببغداد سنة 33 و300. وكان رحمه الله سنيا من بيت سني، ثم درس الاعتزال على يد أبي علي الجبائي وتبعه في الاعتزال، ثم عاد إلى انتهاج طريقة أهل السنة والجماعة فنصر مذهبهم وأبلى أحسن البلاء في الدفاع عنهم وتصدى للرد على المخالفين لهم، فاستحق عن جدارة أن يكون إمامهم غير منازع وشيخهم غير مدافع. قال عنه السبكي صاحب طبقات الشافعية: إنه شيخ طريقة أهل السنة والجماعة، وإمام المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين، والذاب عن الدين، والساعي في حفظ عقائد المسلمين سعيا يبقى أثره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. إمام حبر وتقي بر، حمى جناب الشرع من الحديث المفترى، وقام في نصرة ملة الإسلام فنصرها نصرا مؤزرا. وما برح يدلج ويسير وينهض بساعد التشمير، حتى نقى الصدور من الشبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ووقي بأنوار اليقين من الوقوع في ورطات ما التبس، فلم يترك مقالا لقائل، وأزاح الأباطيل
والحق يدفع طرهات الباطل. أيها الحفل الكريم، إن طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري هي التي عليها المعتبرون من علماء الإسلام والمتميزون من المذاهب الأربعة في معرفة الحلال والحرام، والقائمون بنصرة دين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد استفاد من الأشعري خلق كثير من أكابر العلماء وأعيان الأئمة ومشاهير القوم، فاقتدوا به وتأدبوا بآدابه وسلكوا مسلكه في أصول العقيدة واتبعوا طريقته في الدفاع عن الدين ونصرة أهل السنة. وقد خلف الإمام الأشعري تراثا علميا عظيما بلغ ما يقرب من 50 مصنفا في أصول العقيدة والتفسير والحديث والرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة وإبطال أدلتهم وتفنيد حججهم ودحض مفترياتهم. إمام هذا شأنه، وعالم هذا قدره، جدير بالاحتفاء به إحياء لذكره وتنويها بفضله وإعلاء لقدره وتجلية لتراثه وتقريرا لمنهجه والتماسا للقدوة الحسنة في سيرته والأسوة الطيبة في سلوكه. ومن هنا كان حرص الرابطة العالمية لخريج الأزهر الشريف على أن تختاره موضوعا لهذا الملتقى الذي يشارك فيه كوكبة متلألئة من أكابر علماء الأديان من جامعات عالمية مشهورة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من المتخصصين في الحوار بين أتباع الأديان والتواصل بين أهل الحضارات، وذلك ليتعرفوا جميعا على معالم سيرته ويتمثلوا تراثه ويتبينوا موقفه من القضايا الإسلامية المختلفة ويوضحوا منهجه الفكري القائم على الجمع بين العقل والنقل والوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو، ويبينوا أثره في العلوم الإسلامية وفي تجديد الفكر الإسلامي. إن هذا الملتقى ينعقد في ظل ظروف صعبة تعاني فيها الأمة الإسلامية من التفرق والتشدد وكثرة الخلافات المذهبية والنزاعات الطائفية والمعارك الفكرية التي يوقد عليها البعض لهيب الفتنة ودرام الفرقة. والأمل كبير في أن ينطلق هذا الملتقى من منهج الإمام أبي الحسن الأشعري إلى دعوة الأمة الإسلامية للتوحد والاجتماع، وأن يسفر عن رؤى واقعية واضحة وآليات فاعلة لتأكيد الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي ونبذ العصبية والتشدد ومواجهة الغلو والتطرف. إن منهج الأزهر القائم على الوسطية والاعتدال فيه الكثير من منهج الإمام الأشعري، وبالتالي فإن دراسة منهج الأشعري وتجلية تراثه ومناقشته تعد تأصيلا لمنهج الأزهر وكشفا عن منبع أصيل من منابع الثقافة الأزهرية ومورد عذب من مواردها ورافد صاف من روافدها. مرة أخرى أرحب بحضراتكم وأدعو الله لكم بالتوفيق في مؤتمركم، وأتمنى لضيوفنا الأعزاء إقامة طيبة في مصر بلد الأمن والأمان والسلامة والإسلام. واسمحوا لي أيها الحفل الكريم أن أهنئ باسمكم جميعا السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية على تمام شفائه وعودة سيادته لمباشرة أعماله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه ويرعاه ويبارك أعماله كلها، كما نقدم لسيادته ولجمهورية مصر العربية باسمكم جميعا الشكر الجزيل على تفضله برعاية هذا الملتقى والدعم الدائم لرابطة خريج الأزهر الشريف. شكرا لكم جميعا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أيها السادة الفضلاء، أما الكلمة التالية فهي لفضيلة العالم الجليل الفقيه المجتهد الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق، سعادة رئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور عبد الله الحسيني، سيادة سفير ماليزيا السابق ذات زين العابدين، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت الرابطة كما هو شأنها والحمد لله دائما في اختيار موضوع هذا المؤتمر الكريم حول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. والأشعري ليس فردا جاء ومضى، بل هو مدرسة تعبر عن عقيدة الصحابة الكرام والسلف الصالح، جمعت فأوعت، وكان مذهبه مدرسة بحالها فهي مدرسة شاملة، جمعت بين العقل والنقل وبين العقل والروح وبين مسائل الكلام وعلم الأخلاق، فهي مدرسة شاملة علمت أتباعها هذا الشمول عبر التاريخ. ورأينا كبار المفكرين المتعمقين المتألهين يردون على المخالفين ويفتحون آفاقا جديدة للإسلام في العالمين، ابن فورك والجويني وأبو حامد الغزالي وكثير عبر التاريخ، حتى نصل إلى أصحاب الحواشي الذين أرادوا أن يحيوا بمجهودهم علم اللغة العربية في الناس. كان أبو الحسن الأشعري سبب الوحدة، فالتف حوله كل المسلمين، وكشأن الكبار رأينا من يفتري عليه ورأينا من يذب عن مذهبه كابن عساكر في تبيين كذب المفتري عن الإمام أبي الحسن الأشعري. كان سببا للوحدة الإسلامية، ونرجو أن يكون هذا المؤتمر سببا أيضا للوحدة الإسلامية. ولذلك تبنى الأزهر هذا المذهب الأشعري عبر التاريخ بوسطيته، بشموليته، بمرونته التي مكنته من الصفة الثالثة فيه، وهو أنه مذهب ممتد عبر التاريخ يصلح للتعامل والتفاعل والتفاهم مع الآخرين بكل مذاهبهم وأديانهم، فهو راحة العقول والأرواح. مذهبه ممتد بقواعده التي علمنا إياها أبو الحسن الأشعري. عجيب شأن هذا الرجل، فقد ضاعت